نروح لحاجة تانية يا شاذلي، وهي احتفال مصر ببدء التجارب السريرية لأول لقاح مصري 100% ضد فيروس كورونا، واللي كان لمعهد الأمصال واللقاحات دور كبير في إنتاجه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن اللقاح المصري من الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة، واللي موجود معنا دلوقتي على الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بيك فندم. يعني لقاح مصري 100% اكتشاف اكثر من رائع، يعني ازاي تم اكتشاف هذا اللقاح الكورونا المصري؟ هو فندم طبعا منذ وجع العالم جائحه كورونا، وكان في تعليمات وتسجيلات من القياده السياسيه ان ضروره المتابعه العلميه واجراء الابحاث العلميه لوجود لقاح مصري ضد فيروس مرض الكورونا. من هذا المنطلق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكل لجنه لمكافحه مرض كوفيد 19 في 22/4/2020، واتقدمت بالفكره للجنه، واللجنه اجازت المقترح بتاعنا انه يكون المشروع البحثي اللي نشتغل عليه، وتم عقد بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين وزاره الدفاع، بعض الجهات الخاصه بوزاره الدفاع، اداره الخدمات الطبيه واداره الخدمات البيطريه واداره الحرب الكيماويه. وحضرتك بعد كده بدانا ان احنا نشتغل على عزل الفيروس وتحضير بذره اللقاح وتحضير اللقاح، وبدانا وحصلنا على نتائج جيده جدا. ده شجعنا ان احنا نبدا نجرب اللقاح على طبقا للبروتوكولات العالميه على الفئران والجرذان، والاول مره يشتغل بحث علمي على القرود المكاني. بدانا بعد كده نتجه ان احنا هنعوز معانا شريك صناعي لتصنيع الادويه البشريه، دخلت معانا شركه ايفا للصناعات الدوائيه، وبدانا نتقدم بالملف لهيئه الدواء المصريه، وبالفعل حصلنا على موافقه هيئه الدواء المصريه على قبول التجارب القابله للكلينيكيه واجازتها طبقا لشروط هيئه الدواء المصريه وشروط منظمه الصحه العالميه. بعد كده الحمد لله تقدمنا بملف اجراء التجارب السريريه او الكلينيكيه، وتم فعلا اجازته من هيئه الدواء، وبدانا فعلا فيز 1 في المستشفيات الجامعيه التابعه لوزاره البحث العلمي، وتم حقن اول مجموعه من المتطوعين في 13/2/2022، واخذوا الجرعه الثانيه بالسلام الحمد لله. ده عظيم جدا يا دكتور محمد، يعني هي فكرتك واللي حضرتك عملته ده هيكتبوا التاريخ، ان الدكتور محمد سعد فكر في هذه الفكره ان يكون في لقاح مصري خالص، وتقدم بيه الطلب وتمت الموافقه عليه، وبدانا نعمل عليه التجارب. مراحل عديده بالمناسبه بيمر بيها اللقاح عشان يبقى امن بنسبه 100%، زي ما بننتج لقاح هنا زي ما بينتج بره بالظبط، بيمر بمراحل عديده زي ما كان الدكتور بيتكلم دلوقتي، ان احنا بنبدا في التجارب المبدئيه في البدايه، تجارب للفئران، تجارب يمكن بيقول اول مره تكون هذه التجارب للقرود. يا دكتور محمد، عايزين نعرف المراحل اللي بيمر بيها تصنيع اللقاح عشان يبقى في النهايه عندنا منتج مصري مطابق للمواصفات العالميه. هو بداية حضرتك تصنيع اللقاح بيبدأ بعزل المسبب بتاع اللقاح من المرضى المصابين، بعد كده بيتاخد ويتعمل له حاجة اسمها اختبارات التعرف، وان احنا نتعرف على المسبب ده اللي هو الفيروس او البكتيريا، ويتم بعد كده عمل تحليل جيني دي عشان نعرف برضه السيكونس بتاعه، بعد كده بنبدأ نعمل له نوع من التنقية عشان نحصل عليه فيروس او بكتيريا منقاه. بعد كده بنبدا ان احنا نخش في مرحله اقلامه الفيروس دوت على خلايا الزرع النسيجي، لان سيادتك عارف ان فكره تحضير اللقاحات بتعتمد على اكثار الفيروس داخل المعمل، لان مش من المنطقي ان كل لما يجي اكثر الفيروس هجيب مرضى واعديهم من اول وجديد يعني. فبالتالي انا ببدا احوله لعائل اخر خالص غير العائل اللي هو متعود عليه، وده النوع او سر تصنيع اللقاحات. بعد ما بنعمل له اقلام على خلايا الزرع النسيجي بيبدا بقى يخش في المراحل المختلفه لانتاج اللقاح، من مرحله تثبيت الفيروس، وبعد كده مرحله الفاينل برودكت او التعبئه على المساعدات اللي بتساعد على اعطاء اسماء مناعيه جيده من هذا اللقاح. والحمد لله رب العالمين احنا عندنا في المعهد بنطبق التكنولوجيا الحديثه، لان في دعم كامل من معالي وزير الزراعه
واشراف مباشر من الاستاذ الدكتور رئيس مركز الحوثي الزراعيه ان يكون في تطوير بصفه مستمره وتدريب للباحثين للتعرف على احدث الطرق لانتاج اللقاحات. كمان المعهد معتمد بثلاث اعتمادات شهادات دوليه 17025 والجي ام بي وال 9001، فده بيخلينا على طول بصفه مستمره بنعمل ابديت او بنعمل نقل التكنولوجيا بصفه مستمره للتكنولوجيا تصنيع اللقاحات. هايل يا فندم. يعني دكتور احنا شايفين دلوقتي على الشاشه معانا التجارب على يمكن ناس كتير خدوا اكتر من جرعه، حضرتك قلت المصل ليه جرعتين تقريبا فاللقاح، فهل يعني اثبت جدارته فعاليته في القضاء على او الحد من انتشار فيروس كورونا؟ هو طبعا زي ما سيادتك والساده المشاهدين كلنا متابعين القصه بتاعت كورونا، ودي خلت الناس كلها تطلع على الموضوع اللقاحات. فاللقاح بيتم الاول حاجه في بثلاث مراحل، المرحله الاولانيه اللي هي مرحله فيز 1، المرحله الثانيه مرحله فيز 2، والمرحله الثالثه مرحله فيز 3. المرحله الاولى اللي هي فيز 1 دي بيبقى الاهتمام الاكبر بامان واللقاح وعدم وجود اي اضرار ليه، والحمد لله دي احنا شغالين عليها وحاطين على نتائج كويسه. ان شاء الله في المراحل اللي بعد كده بنبدا نقيم الفعاليه بتاعت اللقاح على البشر، لكن طبعا فعاليته وامانه في حيوانات التجارب اللي احنا اتكلمنا عنها كانت ماشيه بامان جدا. ويعني عايزين نقول برضه ان اللقاح ده ظهوره للنور كان نتيجه تضافر لجهات عديده زي ما قلنا، جهات حكوميه وجهات تابعه للقوات المسلحه الباسله وقطاع اعصاب ممثل في شركه ليفا، فدي يمكن اول مره يحصل التعاون المثمر ده اللي يبرز عن الحمد لله النجاح للوصول هذا اللقاح، وان مصر تتحط في مكانتها الطبيعيه في مجال مكافحه الامراض الفيروسيه على مستوى العالم. عظيم. دكتور محمد، امتى نقول ان اللقاح موجود؟ يعني الناس بتروح تاخد اللقاح فيقول له موديرنا ولا فايزر، امتى يكون اللقاح المصري موجود؟ والله ان شاء الله فور الانتهاء من التجارب السريريه في حدود حوالي يمكن 6 شهور هيتواجد اللقاح، وان شاء الله هيكون نتائجه جيده جدا، لان احنا بس مش الميزه ان عند حضرتك اللقاح موجود بيتصنع هنا، ان احنا بنحاول دلوقتي نشتغل على المتحورات الجديده، وده يمكن الميزه برضو في اللقاحات المثبطه ان انت تقدر تضيف عليها اي متحور بيظهر عندك. فاحنا شغالين دلوقتي على المتحور بتاع الاوميكرون والمتحور بتاع يعني سواء لو في تعديلات فدي بتتم بسهوله. بالظبط يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم دكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات، شكرا جزيلا ليك.